كمان الصفحه الرسميه لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتواصل احتفالاتها اكيد بفوز الفريق الابيض امبارح على النادي الاهلي طبعا في نهائي كاس مصر بهدفين مقابل هدف نشرت صفحه صوره كانت لايمن حفني لاعب الفريق اثناء تسلمه كاس مصر عقب المباراه على طول ونشرت صفحه صوره ايمن حفني وقالت اخلاق الفرسان تظهر وقت الانتصار في اشاره الى تكريم ايمن حفني طبعا في اخر موسم ليه مع نادي الزمالك وكرة القدم بتسلمه كأس مصر بدلا من شيكابالا كابتن الفريق طبعا لقطة مميزة احنا شايفين على الشاشة طبعا وهو بيتسلم الكأس بيقول ألف مبروك لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجمهوره العظيم